نصور مغامرة للسيد حمودة، عشان معانا ضيف السيد حمودة عند مؤسسة الخط الحجازي الأردني في القطرانة، وهي معانا حمودة. تمام، راح نبلش تصوير مع السيد حمودة عند القطارات. من هون حمودة؟ من هون؟ لا خلينا أول شيء نفوت على البيت. من هون؟ قصر البيت. تعال من هون. هاد القطارات اللي موجودة، مبنى قديم، المبنى هذا أكثر من 150 سنة العمر، اللي هو محطة القطارات. ها محطة القطارات، هاي السكة، فحمودة طالع معي مغامرة وطالع يلعب، مش عارف بالضبط. وين أوله؟ هاي هناك، هناك هذا. نبلش من الأول يعني؟ يلا. اليوم إحنا يعني تحت شور حمودة. حمودة اللي بعطينا الشور كامل. هذا اول قطار، طبعا قطارات شحن هون اللي موجوده، يعني هاي كلها قطارات شحن. تعال شوي بابا، بابا تعال، تعال شوف، تعال شوف، هاي هيك زي ما احنا شايفين. هذا قطار، غير السكه، ده قطار شحن. شوف لا خلص ما نغير طريقها، نغير قطار، نغير السكه كامل. هون هذا القطار عمره اكثر من تقريبا 170 سنه، 150 170 سنه. ثابت، تطلع فوق، يلا اطلع، بدك تطلع اطلع، دير بالك. اه مسكره. هذا تعرف شو هو حموله؟ هذا تنك الزيت، تنك اللي هو المرجل بسموه، هذا اللي بيمشي القطار، هذا اللي فيه الفحم. خلص ما فيش شيء، انزل تعال. سكر حمودة، استكشافات حمودة. هاي زي ما انتم شايفين المقطورة، هاي حمولة 30 طن، تحمل 30 طن لحالها، رقمها 4105. هي فيها عليها الفحم مسكرة. اه عليها الفحم مسكرة يا بابا. تعال، ما في واحدة مفتوحة هنا هسه بنشوفها. هلا ندخل فيها. هون زي ما احنا شايفين هاي، هذا الربط بين القطارين، قطار أثري هذا. هذا بين القطار الأول والقطار الثاني. تعال. هسه هاي القطار من جوا، ادخل سيد حمود. يلا. شوي شوي بفتحش أكثر من هيك، خلص والله قديم. يا حبيبي. يلا تعال فوت من هناك. لا ادخل لا وليت. خلاص يا سلام. يا سلام. لا بس في يوناني مو فاضي. اه مو فاضي، هذا بالشحن يعني. انا زي ما انت شايف. بحبش قاعد. لا والله مش فاهم. لسه فوق. يلا انزل دير بالك. خلنا نوقف فوق. هون بجوز كانوا حملوا الحديد او شيء زي هيك، مش عارف بالضبط. هون كل شيء بده يطلع عليه حمودي، ما بعرف. هاي ها هذا كانوا يحطوا فيها بابا، كانوا يحطوا فيها الحجاب هذول. هذا الفحم بابا، وديك برضه الفحم. تمام، هاي هذا مفكوك بابا، بابا مفكوك. ايش؟ فأنا استكشف شغلي حمودة، خلينا نشوف شو استكشف. ايش فيه؟ هاي مش مشبوك ببعض. مش مشبوك ببعض ليش؟ مفكوك. ايه ايه هاي بدهم يشغلوا خطاب بطلع يعني. اه ممكن يفلت هسه القطار. يلا تعال. هلا بنروح لقدام كمان شوي.
نشوف بس اخر ثلاث مقطورات هذول الموجودات اخر ست ايش وضعهم؟ شو رايك يا حمودة؟ هي بفتح لا تعال 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 لا تلعب بشيء تعال وخلنا نفتح يقلب عليك الباب تعال يلا. شو رايك بالمغامره هاي؟ حلو مبسوط؟ هاي شوف هاي المقطوره هاي مسكره هي فيها اشياء فيها عفش اوه عفش وهناك في عفش ممزق عفش اوه هي مش مسكره بأصل مسكره مش مسكره اه مش مهم العفش كيف تعال وهاي كمان هاي مش مشبوكه هاي دحلت ترى هاي فلتت دحلت من بعض شايف تعال ريحت شوي مسكره لا مفتوحه تعال ايه مفتوحه بابا كلهم نفس الشيء حمودي كلهم نفس الشيء هاي الحموله تبعتها 44 طن ايه 44 طن حموله خلنا نفوت عندها فوت اوه مفتوح عند جدي ها جا هيا في ريحه مليان يا انا كان حاطط خرفان طلع كركيت الخرفان مليان كركيت خرفان هي كندش ايه مش كندش انا شو هو شكا هذا كندش يلا تعال كندش تعال خلنا نشوف المخطوره الاخيره تعال اللي خلصت كانوا هون مسكرينهم هم كان بنقدر بنشوف المحطة من جوا بس مسكرينها زي ما انتم شايفين طبعا تسكير جديد هذا كانت مفتوحة قبل شو خلنا نستكشف هذاك البيت هذا بيت بابا هذا مش بيت هذا في ناس بابا جد؟ اه طب وين المكسر هناك؟ فيش سكروهم كله طبعا هذول سكروهم للناس اللي بتيجي بتلعب في الامور هاي وبدوروا على كنوز بدوروا على ذهب تركي تمام هاي زي ما انتم شايفين الباب مسكر الشبابيك اه مكتوب كلمة بالتركي هنا تمام خلوها زي ما هي ايش مكتوب بالتركي؟ قطرانة مكتوب قطرانة مش بالتركي تعال نلف من ورا الهاي نشوف شو فيه ننزل من تحتي تعال شو اخذنا السكر اه هذا مش كونديشن هذا ايش تعال تعال ايه هاي بس تركيب لهو هذا ايه هاي بابا هاي بابا زي اسمه باب طب لا انزل 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 بابا انزل بس تعور انزل هاي شوف بابا درج هاي شوف ايش فيه هون شوف ايش فيه المستكشف حمود ايش راح انزلك انا ما نجي ادخل لا بنزل لحالي هو ما فيش هاي زي الكونديشن هاي اللي قلت عنها كونديشن مش كونديشن بابا هاي قاعدة فعم نحكي على 150 سنة ها؟ المكان هذا 150 سنة القطار هذا كان آخر القطارات الموجودة هسا في قطارات شغالة لغاية اليوم تمام وبتمر من المنطقة هاي بينزلوا فيها الفوسفات البوتاس الأمور هاي أوفر أوفر لهم يعني بينزلوها للعقبة أو بطلعوها من العقبة مش عارف من هون هاي زي ما احنا شايفين هاي محطة القطرانة اللي هي الخط الحجازي الأردني كان عثماني يلا تعال تعال بس بده يركض ما شاء الله تعال يعني هاي مغامرتنا اليوم بضيافة السيد حمودة حمودة بحاب يعمل مغامرة معي هاي عملنا له مغامرة هيك صغيرة خفيفة نظيفة تمام شوف شو صار معه بده يروح يحول الخط بحول في الخط يعني غير الخطوط كلها منيح انه مش شغال هذا الخط ولا كان القطار دخل في العمارة هاي حول الخط اروح عنده وجهه حموده غير راح غير الخطوط كامله تعال لك بدي اروح يلا
لا دقيقة يا اخوان بس نوصل لعنده نشوف شو بيعمل. المحطة لايش؟ هذا اللي بيجي القطار هيك بصف جوا، هذا زي الابجور بنفتح مش مقفول. طب تعال تعال خلص بدنا نروح، يلا بدنا نروح اشتري. مش مقفول. شو سويت انت هسه هذول اللي هون شو سويت؟ غيرت الطريق. كيف غيرت الطريق؟ وين بروح اروح القطار؟ وين بده يروح القطار هسه؟ خلي بالاولى بالاولى هاي. غير مسار القطار راح يروح، هذا القطار هذا على الامارات راح يروح. يلا تعال مش جاي، مش جاي يستكشف، جاي بحبش. يلا تعال بابا خلينا نروح. يلا كيف كانت المغامره؟ يلا بدي انهي هسه. يلا كيف كانت المغامره؟ انبسطت؟ شفت القطارات كيف؟ عجبوك؟ حولت هسه مسار القطار، وين راح يروح القطار هسه؟ خلص هذاك تروح لوش. تعال تعال خلص خلص خليه زي ما هو. بابا فوق القطار هو ماشي من هون. حول هذا شوف كيف تحوله. هيك وين راح يروح القطار؟ يلا والله حظك. خلص تمام هيك هيك بروح. وين هيك بروح؟ هيك وجوب على البيوت بده يدخل هسا. يلا خلينا نروح. يلا احكي احكي حمودة رجع زي ما كان. يلا يلا خلصنا هيك احنا. يلا يلا احكي كانت مغامرة حلوة واحكي للناس شو شفت. يلا كانت مغامرة حلوة، شفت شفت القطارات دخلت جوا. طبعا طبعا اخر مقطورة كان فيها كان فيها كان فيها خرفان زمان عشان مليانة ككة. طيب كانت حلوة المغامرة كثير، كانت حلوة. طيب ماشي يا حبيبي خلاص هيك انبسطت طلعت معي مغامرة. يلا يا اخوان هاي مغامرة اليوم مع حمودة تمام، وانبسط في المغامرة وركض ركض قطها يركض. ويلا نستودعكم السلام. كمة الغباء تنافسني، اسأل اللي قبلك ولعبني عالمزيكا كسبني وادرسني والشكي اللي بتخبط تحني شايف لديك في سنانك هزل كله عرف بتمامك كسرك دايما اشد القامة احنا ركبنا وخدنا مكانك.